بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين بخير دايما يا رب. طبعا زي ما شفنا في الفيديوهات اللي فاتت كنت فصل الحمام، بعد كده رجعت لقيت الحمام لبعضه واستخدمت خل التفاح الاسبوع اللي فات. ان شاء الله النهاردة في الفيديو دوت هنستخدم حاجة تانية مهمة جدا 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 لزيادة الانتاج وللوقاية من الامراض، وبتخلي الدكر حامي وبيجعر وبتخلي النتاية زيفة بورش. هقول لك على حاجة مهمة جدا 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 النهاردة للحمام، بستخدمها من سنين، ان شاء الله لما تستخدمها هتحس بفرق كبير جدا في الحمام عندك. ان شاء الله النهاردة يا جماعة هنستخدم من الحمام حبوب الفلفل الاسمر السليمة، او حبوب الفلفل الاسمر الصحيحة. طبعا الفلفل الاسمر او الفلفل الاسود عاملين ليه فيديو مخصوص على القناة متكلمين فيه عن كل فوائد الفلفل الاسود للحمام واهميته للذكور وللاناث وللوقاية من الامراض، فهديكم نبذة سريعة كده عنه وهنشوف ان شاء الله استخدامه عملي، وهعرفك حاجة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها قبل ما تستخدم الفلفل الاسود للحمام. طبعا يا جماعة الفلفل الاسمر معروف في مصر هنا عندنا، ممكن انت يكون عندك ليه اسم تاني مختلف عن الاسم اللي موجود عندنا، بس صورته اللي موجودة قدامنا على الشاشة عشان لو انت متعرفوش، ده بيتباع عند العطارين، عند اي عطار هتقول له عايز فلفل اسود صحيح او فلفل اسمر صحيح هيديك الفلفل اللي معانا النهاردة ده. طيب دوت انا بستخدمه للحمام، ايه هي فوائده للحمام بقى؟ هقول لك اول حاجه ده مضاد قوي جدا للاكسده، بيمنع مشاكل كتيره وامراض كتيره من ان هي تيجي للحمام. طبعا اهمها ان هو بيطهر الحصاله والحلق والامعاء والمعده، فده طبعا هيمنع معانا وجود البكتيريا، لان البكتيريا مش هتستحمل وجود الفلفل الاسمر او الفلفل الاسود معاها في نفس المكان. تمام كده، دي اول حاجه. تاني حاجة وقاية من السلمونيلا، وقاية من الكوكسيديا، وقاية من الكولستريديا، وقاية من البرد، وقاية من الكانكر. تمام كده، ده كده وقاية من الأمراض البكتيرية كلها اهي. طيب بيمنع التلييس عند النتاية، يعني النتاية عندك ما تليسي، ما يجيلهاش دهون على المبايض وتبدأ ان هي تريح وما تبيضش، فطبعا دوت بيخلي المبايض عند النتاية نشيطة والنتاية تشتغل بسرعة وبسهولة. طبعا بيحفز الذكر جنسيا، تمام كده بيحفز الذكر جنسيا، يعني بيخلي الذكر حامي وزايف وعمال يجعر على النتاية ويلف ورا النتاية ويكسر كتير على النتاية، فده طبعا هيمنع معانا حتة الترويق في البيض، يعني مش هيخلي بيض الحمام يطلع فاضي ورايق. تمام كده، يعني هيسرع معانا في انتاج البيض وهيخلي البيض يطلع عمران بإذن الله. طيب في حاجة مهمة لازم ناخد بالنا منها يا جماعة لما نيجي نستخدم الفلفل الاسود. طبعا الفلفل الاسود ما ينفعش تديه للحمام على معدة فاضية او على حصالة فاضية، تمام، لان الناس اللي استخدمته للحمام على حصاله فاضيه الحمام راح مرجع على طول، لان هو حامي جدا فبينزل على الحصاله، اول ما بيبدا ان هو يخش جوه الحصاله ويبدا ان هو يدوب في الميه بيبدا ان الحمام يحس بحرقه جامده جدا هنا ويبدا ان هو يرجعه تاني. تمام كده، هيرجع بقى ايه الميه وبتاع والكلام اللي موجود في الحصاله، فالناس بتفكر في ساعتها ان الحمام كده خلاص بقى في مشكله وبقى مريض، فهي حالة مؤقتة. تمام، فاحنا لازم لو هنستخدم الفلفل الاسمر للحمام نستخدمه له على معدة مليانة او على حصالة مليانة، يعني بعد ما نكلف الحمام، يعني انت حطيت الكلفة للحمام والحمام كل والدنيا جميلة، بعد كده تبدأ ان انت تديله الفلفل الاسمر او الفلفل الاسود. تمام كده، تاني حاجة بلاش نديه الحمام وهو تحتيه زغليل صغيرة. تمام، لو تحتيه زغليل لبا او زغليل مثلا ايه عمر 5-6 ايام اسبوع كده بلاش نديلهم الفلفل الاسمر في بقهم، هنديه للحمام لو معاه زغليل كبيره، زغليل قربت تتفطم. تمام كده، يبقى كده ان شاء الله ما فيهوش اي مشكله. هنشوف دلوقتي مع بعض طريقه استخدامه وهقول لك الكميه المناسبه قد ايه سواء للذكر او للنتايه. ان شاء الله يا جماعه الجرعه هتكون 3 حبات من الفلفل الاسمر، الحبايه اللي معايا حجمها كبير مش حجمها صغير، فهندي منها 3 حبات لفرد الحمام في بقه. تمام كده، 3 حبات من الفلفل الاسمر او الفلفل الاسود اهو، 3 حبات حجمها طبعا زي ما احنا شايفين حجمها كبير اكبر من حبات الدرع ويجا، فهندي 3 حبات للذكر او للانثى في البق. تمام كده، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ذكر نفاخ اهو، عشان ايه؟ انا بحب ان انا لو هستخدم اي حاجه في فيديو استخدمها على الحمام الغالي مش الحمام الرخيص، عشان في ناس بتقول لي انت ايه انت بتقول لنا على حاجات ما بتستخدمهاش. لا، انا الحاجه اللي بقول لك عليها الحمد لله بفضل الله بستخدمها، انا عندي علبه هنا على طول بملاها فلفل اسمر. تمام اهو يا جماعه، بص كده يا جماعه، 3 حبات اهم، 3 حبات فلفل اسود اهم. تمام، وادي بقى فرد الحمام، بسم الله اهو، دي 1 2. تمام، في حبايه وقعت، حبايه بدلها اهي. تمام، في بق فرد الحمام اهو، بص كده
اهم في بق فرد الحمام اهم، تمام، ونخليه يبلع كده. ودي النتايه بتاعته اهو يا جماعه، ما شاء الله، بص كده، دي النتايه اهي برضو بنفس الطريقه اهو، ثلاث حبات اهم، نتايه تانية هنا في فخ ضن، بسم الله اهم يا جماعه، ثلاث حبات اهم، تمام اهو، تمام في بق النتايه، والنتايه بتبلع على طول، بسم الله، ثلاث حبات اهم، تمام، ذكر بيبلع برضه على طول. تمام كده يا جماعه، زي ما شفنا مع بعض ما شاء الله، اديت الاربع حتت اللي ورايا، الحتتين اللي هنا دول والحتتين التانيين اللي هنا، تمام كده، اديت الاربعه دولت، كل فرد حمام في بقه ثلاث حبات فلفل اسمر كبار، تمام، لو عندنا الحبوب صغيره قوي ممكن ندي خمس حبات في البق عادي، مفيش اي مشكله باذن الله. هنستخدمه لمده قد ايه؟ لو عايزين نستخدمه كوقايه مثلا وكده هنستخدمه ثلاث ايام ان شاء الله. لو الحمام عندنا اساسا في مشاكل النتايه مليسه، الدكر مثلا ما بيجعرش على النتايه، ما بيكسرش على النتايه، وعايزين نحمي الدكر والكلام ده نخليه حامي، وعايزين النتايه تتعالج التليسه اللي فيها وكده، ان شاء الله نستخدمه خمس ايام، تمام كده، هنستخدمه ان شاء الله خمس ايام، وزي ما قلت لازم بعد الاكل مش قبل الاكل، تمام كده. ولو حصل عندك ان الحمام رجع برضو ما تقلقش، مفيش اي مشكله، الحمام هيرجع وعادي بعد كده هيعيش حياته طبيعي، مفيش اي حاجه ان شاء الله. ولو عايزين نكرره ان شاء الله يا جماعه ممكن نكرره كل اسبوعين ثلاثه كحد ادنى، تمام كده، كل اسبوعين او ثلاثه ممكن نكرر استخدامنا للفلفل الاسود او الفلفل الاسمر في بق الحمام، تمام كده. فده كان فيديو النهارده، يا رب نكون استفدنا منه. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو، واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو بينزل على القناه جديد، وكمان ما تنساش تعمل مشاركه للفيديو عشان تفيد غيرك بيه. ولو عندك اي استفسار او محتاج اي موضوع نتكلم فيه اكتبه لي في تعليقات تحت الفيديو، وان شاء الله اجهز لك الموضوع انزله لك على القناه في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.